كرسي الكونفرنس روم في رسمه فقط، اليوم في زحمه. من اللي في الكونفرنس روم يا شباب؟ خلونا نشوف. كلنا في الكونفرنس روم. ما شاء الله ما شاء الله. كلنا في الكونفرنس روم. عودا حميدا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حيا الله الشباب. والله وحشتونا يا جماعه. يا مرحبا. كلام اليوم بدونكم والله ما يسوى. خلوا محمد. تفضل تفضل يا شباب. الله يمسيكم بالخير جميع. يا مرحبا. يا مرحبا. وش حالكم؟ عساكم طيبين. الله يطول عمرك. عندنا كم كلمه بنقولها. اول شيء طويل العمر، عن اكيد عن موضوع المقاطعه، يعني ما فيه. احنا قاطعنا رياجيل، احنا رجال وقاطعنا رجال. أيوة. تمام. جينا وقلنا نحن مقاطعين، رفعنا ايدينا ومشينا. تمام. ما اتخذنا اي اسلوب ثاني. جي. عشنا الرياليتي، عشنا في قريتنا، نتمشى ونسولف ونضحك امورنا، ما فيها اي مشكله. لكن والمقاطعه كانت باتفاق الجميع طبعا. اكيد ما في اختلاف على الشيء هذا. يا سلام. لكن طويل العمر انها توصل البارح الى ان يعني انا بقول لك شيء، انتم صار لكم 26 يوم جلد، انتقاد، شيء لا يعقل، ولا فيه رحمه، ولا فيه ما في شيء طيب. فجاه يدي الحنان والرحمه. يا جماعه الصوت جالس يقطع معي، ليش؟ تفضل يا محمد. اقول وفجاه يا لا محمد لا تكي على المايك، الصوت قاعد يقطع. لا لا الامور اوكي الحين. سلمت. ايوه. فجاه يا طويل العمر الا حب وحنان على المتسابقين وعطف نزل من السماء. وتكلمون اهاليهم وتكلمون امهاتهم تالي الليل. يعني بالله عليك، من الرجال اللي بيسمع صوت امه برا ولا هو بداخل كوفيش الروم؟ طبيعي كلهم. سلام. بيدخلون الرياجيل. طيب. فحنا حتى متوقعين اصلا لو ما طلعنا اليوم انكم تحرجوننا نفس البارح، تحرجون الربع بصوت احد من امهاتهم. من اللي بيقعد هناك ولا بداخل؟ لا ما في اليوم اي اتصال. خلني اكمل الله يرضى عليك. تفضل. من اللي بيقعد برا وصوت امه موجود ويسفهها؟ طيب كلهم بيدخلون. لكن بقول لك شيء محمد، ممكن سؤال بسيط معلش بكمل نفداك لان هيك. ايوه ايوه. لكن محمد بن عمره جايني من هنا. محمد عمره شيخ القريه، هل هو منكم ولا ايش موقع من الكلام؟ بعلمك بموضوع محمد بن عمره، بكمل لك. طيب بكمل لك. فموضوعكم دخلتوا اهالينا في الموضوع هذا، شيء يعني خلاص كسر ظهورنا. طيب انا هالمقاطعه هذه لويت ذراع بس. طيب. مثل ما قلت لك احنا رجال وقاطعنا رجال، وكنا نتمنى انها تبقى المقاطعه بيننا وبينكم وفقط داخل حدود القريه. طيب. الشيء الثاني، وام علي عبد المعطي امس بعد في نهايه المكالمه قالت اتمنى انكم تنهون المقاطعه او شيء، فاجتمعت من كل الجهات. الشيء الاهم بعد والثاني دخول محمد بن عمره، انا اختلف معه اليوم الدين، وانا مختلف معه. انت تختلف معه او المجموعه كلها تختلف معه؟ لا 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 اكلم لك انا شخصيا، اقول لك بيني وبينه مشاكل واختلف معه، لكن قراره على العين وعلى الراس. محمد اسمعني، كلكم على العين وعلى راسي. انت محمد هنا جاي تتكلم عن نفسك ولا عن المجموعه؟ الربع كلهم. لا المجموعه كامله. كل المجموعه تختلف مع محمد بن عمره؟ لا غير صحيح الكلام هذا. انا اول الرئيس واخذها بمناه، والله يوفقه ومبسوطين. طيب. الناس ما اتكلم لك، لكن الشيء اللي احنا نتكلم عنه جميعا هو مقاطعه الرجال للرجال بدون تدخل. طيب. أمهات. محمد بن خير. طيب. او اي شيء خارج اسوار هذه القريه. محمد مطيري، محمد بن خير، وصل كلامك؟ باقي في بالك شيء ولا احد يبغى يتكلم من الشباب؟ اي بقول لك اللي باقي من كلامك. تفضل. احنا يا طويل العمر انتم صرتوا قعدتوا تضربونا بادوات عندكم. هي طيب. عندنا ما في مشكله. هي عندنا عموما، وسبب ما بينكم كنت أزمة لانه الواحد ما يقدر يتحمل صوت امه. انا بنهي كلامي. انتم لكم معزه ومحبه. خلينا كم من نفداك. بنهي كلامي. سؤال. انتم تدرون، انت يا منصور والربع كلكم تدرون لكم محبه وتقدير وغلا عندنا. حتى في المقاطعه اللي صارت اعتذرت منكم، رفعت عقالي تقدير لكم. ممكن اسالك سؤال محمد؟ لكن ما كان محمد فكرتك وصلت. ممكن اسالك سؤال؟ سم الله عدوك. انتوا قاطعتونا صحيح؟ ايه. احنا قاطعناكم؟ انتوا ليتكم قاطعتونا؟ يا ليت. ابتليتونا. انتوا محمد قاطعتونا. ابتليتونا انت. طيب صل على النبي. ايه انا سمعتك. اللهم صل وسلم. انتوا قاطعتونا وقلنا من حقكم وكيفكم وكذا. احنا ما قاطعناكم، ليش تلوموننا ان احنا ما قاطعناكم؟ الومكم في شيء اذا انتوا يعني. انا الان انفع دقيقة يا انفع حاتم اقول انا متزعل وياك. لا تتصل علي. تمام. نهايه كلامي بوجه عليك. لا تتصل علي.
إذا اتصلت علي منصور أقوم أرد عليك أقول منصور كلمة ليش أنا أرد عليك منصور منصور ألو دقيقة بس كلمة يا محمد كلمة كلامك واضح محمد بقول لك كلمة منصور أوكي. كلمة أخيرة محمد إذا اسمح لي خلاص أنا أقول لك شيء إذا أنتوا معلش يا محمد إذا أنتوا ما استطعتوا أنكم تتفقون في هذه المقاطعة اللي ركيكة من بدايتها كيفك أعتبرها أقول لك شيء وأنت تدري بالكلام هذا وأن في ناس نقضوا المقاطعة وفي ناس قاعد يتفرجون في الكلام اليوم طيب. والآن جيت وتتكلمون هنا وشيخكم رافض الموضوع والآن يدري أنكم تدرون أنه ما هو راضي هذه الثانية الثالثة يا محمد إحنا ما قاطعناكم إحنا يا محمد إذا أنتوا برتوا فينا إحنا ما بنبر فيكم لا تلومني محمد أنا كنت أتمنى دقيقة أنا ما كنت أتمنى مقر مصور مصور إذا كانت مقاطعتكم غلط مصور بس إذا كانت مقاطعتكم غلط أنا ما أرد الغلط بغلط مفروض أنك تشكرني أني أخلي فلان وفلان يسمع أمه ما تقول لكم ضربتوا على الوتر الحساس اسمح لي بكلمة معليش تفضل أنا بتكلم كلمة بسيطة أول شيء كلمة بورتو ترى ما هي بزينة والله ما هي بزينة معنى مايكك شغال شغال مايكي شغال معليش من اللي يتكلم عطونا لك مقرم اسلم اسلم مقرم تسمعني تفضل اقول كلمه بورتو ما هي بزينه كلمه بورتو معناها مو بزين المقاطعه اني بورت فيه البور لا قد يقول فلان بار في فلان مقرم انا اسالك سؤال هذا الاول لما يجي لما يجيني واحد يجي يسلكم الشروط انا ما قاطعتك ما تكلمت ما يسمح لي ارد عليه اسمح لي انا ما قاطعتك هذا غلط ولا ما انا ما قاطعتك خليني اتكلم الله يرحم والديك طيب اوكي انت تقول اسمعني خليني اتكلم مصطلح غلط صحيح اتكلم بعد راحتك تفضل الان لنا 26 يوم صحيح ولا لا عد يا مقرن لنا 26 يوم اليوم 28 تمام يوم صح اليوم 28 مثلا اوكي يعني ما اشوفكم دقيتوا على اهل احد بمثل ما دقيتوا امس طيب ندري انكم كنتوا في حاله ضعف واستخدمتوا الاسلوب هذا عشان تلفون وتلوون ذراع بعض طيب. الشباب طيب وعشان تدخلون بيننا طيب الله يجزاكم خير في اتصالكم باهل الناس والله لا يهينكم انكم قومتوهم سهرتوهم للساعه واحدة طيب لكن في نفس الوقت الأسلوب هذا هو أسلوب الإنسان اللي يحس بضعف يعني أنت ما قدرت تستخدمني أنا رحت تتكلم أهلي في بيتهم وتشغل أهلي هذا حنا نعتبره أنكم سويتوا جميل ولكن في نفس الوقت أسلوب ضعف يعني طيب مش قادر أقول لا طيب مقرن لو سمحت منصور لو سمحت بس معلش مقرن الله يمسيكم بالخير جميعا يا بس مقرن على سؤال سهرناه وما سهرناه لا معلش الاتصال كان باتفاقهم وأبد موضوع السهر أنتوا اللي طرّه تفضل يا حاتم بعدين مقرن معك حاتم يا مقرن يا مقرن يا مرحبا الله يمسيك بالخير الله يمسيك بالنور معليش أولا الاتصال على راحتك الاتصال طال عمرك ما هو اللي انتم اللي تحددونه متى الوقت المناسب ولا ما هو الوقت المناسب صحيح الحين رأت المصلحة العامة استلزمت انه الام تتصل طيب صلي على النبي لا تقول لي اسمع والله ما هي مصلحة عامة لا اسمع لا مصلحة لا تحلف لا تحلف وجهة نظرك لا تحلف مقرن وجهة نظرك يا مقرن مقرن لا تحلف وانت ما تدري يا مقرن والله اني ادري لكن اسمع والله العظيم واللي خلقني وخلقك ورزقك اللي صار تتكلم به الان طيب. اني ادري طيب سؤال واحد بس بالنسبه لهم مصلحه عامه ليست مصلحه عامه طيب وانما مصلحه خاصه طيب لو سمحت ممكن سؤال واحد تفضل دخولكم هذا الجماعي هل عند ابن عمره خبر فيه من هو ابن عمره ابن عمره موجود معنا هنا ادري هل هو راضي هل عنده خبر ما عندي الكنفش الروم هل من اساسيات الكنفش الروم اني استاذن من شيخ القريه هل من اساسيات الكنفش الروم اني استاذن من شيخ القريه؟ ما هو تستاذن بس هذا امر يستلزم فيه علم شو اسمه شيخ القريه. علم ايش؟ علم انكم تدخلون وتتكلمون على المقاطعه، كيف تتكلم عن ايش؟ عن ايش؟ هو ما اول شيء اللي حصل امس ابن عمره ما هو موجود. هذا شيء يخصنا احنا. طيب وهذا شيء خاص. ثاني شيء اللي سويتوه انتم يخص المصلحه الشخصيه وليست العامه. طيب مقرن فقط مقرن صحيح هذا وجهه نظرك مقرن مقرن طيب انا وياك ما احنا متزعلين لا والله طيب اوكي مقرن اولا ما لك حق تحلف على شيء في قلبي او في قلب اي واحد في الاعداد لا 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 انا ما حلفت في قلب انا حلفت على شيء ظاهر لي وسمعته وشفته تقول تدري ان ايش عدي انا قلت والله العظيم اللي خلقني وخلقك واعطاك لسان ترد علي الان ما هي مصلحه عامه انها ما هي مصلحه عامه يعني احنا تحلف ان في نياتنا ما هي مصلحه لا انا سمعت شكرا وعرفت شكرا انا عندي مصادر خلاص. انت عندك مصادرك كلها شوف انا مصادري محدوده طيب ولكني استطيع احصل على معلومات انا سمحت لك تتكلم هذا تسور للنيات ما يجوز لا عقلا ولا نقلا يا مقرن الله يرضى عليك
لما أنت تتفق مع شخص فند لي مصلحة عامة. طيب اشرح لي كلمة مصلحة عامة. ما تسمعني بقى يلا. الآن يا مقرن لما تقول أنت أنكم اتفقتوا على مقاطعة، أنا أسميها مقاطعة ركيكة جدا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، مسربة للإعداد، وجهة نظر تمثلك، ما عندي مشكلة. خليني أقول لك، ثم لما أنا ما قابلتك بمقاطعة تزعل علي؟ أزعل ليه؟ أزعل ليه؟ زعل. أنا ما قابلتك بمقاطعة. أنا أزعل عليك لأنك استخدمت أسألك سؤال أساليب. يا مقرن أسألك أنت سؤال. استخدمت أساليب ما قدرت عليها. طيب بالأساليب أسألك هذه. أسألك سؤال يا مقرن، أنت تقول 26 يوم ما سمعنا اتصال أم. لا لا أنت تحور كلامي. دقيقة. أنا دقيقة. قلت اتصالات بهذه الكثرة. مقرن دقيقة. اتصالين. ما اتصلنا على ما اتصلنا على أم أبو حور قريب وأنت تسمع؟ أيوه. طيب إيش اللي خلى اتصال جديد؟ لا أنا أعلمك. طيب. أنت قاعد تحور الكلام. طيب سؤال. مقرن خليني أوضح لك. طيب اسمح لي. اسمح لي. أنا أحور الكلام. أنا أنت حورت كلامي. أنا أتهرب كلامي من الإجابة. واضح. أنا قلت لك أمس استخدمت اتصالات بكثرة غريبة. أنا أتهرب من الإجابة لكن اسمعني. أنا أتهرب من الإجابة لكن اسمعني. شوف يا مقرن، أنت وعود ما أنت حزمة واحدة وعصابة راسي والكلام هذا كله اللي أنتوا كلكم ما شاء الله تبارك الله. ترى أمثال شعبية معروفة يعني لا تستهين بها. ما استهين بها لكن أنت تطبقها غلط. أوكي. إذا تبغى تلف الكلام لفه. ها؟ انت افهم كلامي كويس. ايش؟ انتم مجموعه واحده ومتفقين اوكي اوكي بدون امثال شعبيه. نرد عليه بسرعه. افتاك لين اخلص. اسمعني. لا تقول شيء لين اخلص. اسمعني. لما يكون الاتفاق مسرب الينا من قبل المفروض تلوم خوياك اللي ما اتفقوا معك. اوكي. صحيح؟ لا انا مسامحهم. سامحهم؟ ايه. ايه سامحهم ما تقدر تسامحني انا. انا لفيت غلط علي. انا انت ما اخطيت علي. ليش تسامحه؟ انت ما اخطيت. ليش تسامحه؟ لا تتكلم. انا ما قلت لك اني زعلان عليك عشان اسامحك. تفضل. لا تتكلم بصيغه الجمع. لا 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 سعيد لا تقطع. لا تقطعني الله يرحم والديك. اذا فيه ناس قاعدين يتكلمون. اذا فيه ناس قاعدين يتكلمون اكثر من المقاطعه بصيغه المقاطعه احنا مقاطعينك وبعدين يقول في ناس ما تفهمنا معنا هنا غلط. استاذ مقرن سم ممكن تلخص لي اللي تبغون تقولونه اذا سمحت تلخص الكلام اللي عندنا محاور كثيره اللي قلناه هذا الكلام وعاد قالوا امس في فتره ايجابيه الله يرضى عليك استاذ مقرن تفضل خلصت انا يا مقرن حبيبي خلص اوكي احنا غلطانين يا مقرن لا 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 احنا غلطانين ان احنا ما قابلنا مقاطعه بمقاطعه يا اخوي انا خليت محمد يخلص وتكلم يا شباب اتفقوا اتفقوا يا شباب واحد حساب يتكلم اصبر اتفقوا اتفقوا يا شباب واحد يتكلم لما انا ما قابلت لما انا ما قابلت المقاطعه بمقاطعه قلت اني انا ضعيف لا 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 انا ابغى اسالك سؤال صل على النبي يا مقرن سؤال بسيط بس مقرن لا تقول انتوا تكلمتوا اليوم وتكلمتوا في فقره ايجابيات البارح ان احنا من الضعف ان احنا ناتي ها على وتر العاطفه هذه مصطلحاتكم الرنانه اللي قلتوها البارح ايوه 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 طيب اذا انتوا قاطعتوا كلام اليوم كلام اليوم في فقرات كثيره ما جبنا منه شيء جديد البارح اذا انتوا ما ابغى اقول مصطلحكم اللي قاله جابر الحكماني اذا انتم ما انتم قد المقاطعه لا تجي تلومني لا تجي تلومني فقرتي انا انجحها اجيب اتصال من ام المتسابق ما لك شغل ايوه اجيب اتصال طيب. من ابو المتسابق طيب ما لك شغل انت يمكن اذا إيه؟ اذا لك انت مقرن الموضوع اللي جلسوا اللي جلسوا يقولون لعبد الله بن جريغل الموضوع بسيط وعلي عبد المعطي اللي جلسوا يقولون لعلي عبد المعطي وعبد الله بن جريغل لا تروح تكلم امك ها لا 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 لومهم لا تلومني انا انا اعلمك اعلمك مقاطعه انا اعلمك واحد من امه اذا كانكم تبون تتصلون على انا خلوا موعد الفقرة الساعة 9 لأنكم تقومون هنا خد الليل يا أخي العزيز هذا الكلام في تنسيق قول على الدعم معالك ما لك شغل فيه عادي يا أخي دق علي يقول يا أخي كلم يا أخي العزيز هل سجلت معلومة عند الإعداد اتصلوا علي الساعة 9 من هذا تنسيق موجود عند الإعداد ما لك شغل فيه يا أخي ما عندي مشكلة ما لك شغل فيه الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك وعلى فكرة إذا كانوا أهلي إذا كانوا أهلي فترى لي شغل طيب مقرن سمعنا منك دقيقة يا شباب دقيقة مقرن أوكي سمعنا منك أحد الله يضيف شيء من الشباب معليش خلني أخلص الله يرحم والديك مقرن إذا كانوا أهلي إذا كانوا أهلي فمع احترامي لك لي شغل كيف ما لي شغل إذا كانك بدق على أهلي ولا على عيالي بالعكس لي شغل يا أخي حبيبي يعني أنت تحرمني حتى من حقي الخاص هل أنت أعطيت الشباب أعطيت الشباب أرقامك أعطيت الإعداد أرقامك قبل ما تدخل البرنامج أيوة وهم مستعدين يتواصلون أنت ما اشترط لا ما أعطيتهم رقم أمي طب دقيقة ما تصنع على أمك أصلا أنا داري طيب وأخذوا أرقام ما غصبنا أحد الأهالي ولا غصبنا أحد في متسابقين معك وجالسين معك الآن قالوا ما نبغى تكلمون أمهاتنا ولا كلمنا يا أخي أنا لو دقيت على أمي أنا واحد لو دقيت على أمي وسمعت صوت عطنا مجال والله عطى أخوانك مجال يا مقرن طيب يا سلام عليك منصور يا مقرن ارجع اسمع مقرن
منصور نرجع ايش راح اتكلم ويمشي. انا بسالك الحين سؤال اباك تجاوبني بصراحه. طيب يا شباب سعيد يا سعيد طيب منصور سعيد. ابي اسالك سؤال ثاني بس يا سعيد اقول لك شيء يا سعيد سم. لا تعيد نفس الكلام ينفع خلص. بالله يا سعيد الواحد يقوم يتكلم ثم يمشي ما علي منه. انا بوجه لك انا السؤال. لا لا ايش اللي ما علي خلنا نتكلم بنجي خير سواها في اكثر من مره والحين مقرن يعني ينفع انا اكلمكم بعدين يلا مع السلامه عشان ما اسمع الرد. طيب خلنا اوجه لك سؤال انا استاذ منصور تفضل اسمع يا منصور تفضل. انا لو بيني وبينك زعل وكلمت امك وقالت يا منصور انا طالبك طلبه انت ارجع لسعيد بترجع ولا لا؟ برجع. ها بس ما منصور انا ماني زعلان احرجتونا بامهاتنا. انا ماني زعلان انتم زعلانين علينا ترى ما قلنا الامهات تقولون ما قلتوا يا جماعه من البارحه وعينتوها نايمه. بس يا سعيد عرفت شم كيف عرفت اللي دقينا على امك؟ منصور انا طالبك يا سعيد الله يمسيك بالخير وانت بالخير يا حبيب قلبي. ترى ما قلنا للامهات قولوا انهم فكوا عن المقاطعه ولا شيء. هذه كانت مبادره من الامهات انفسهم ما قلنا لهم ولا لقمناهم حكي ولا قلنا لهم قولوا هالكلام. يعني المبادره ما جات الا البارحه لكم 28 يوم ما جات الا البارحه يا اخي شوف توقيت سعيد توقيت الاتصال هذا شيء ما راح نرجع فيه للمتسابق. هذا شغل اداره واللي تشوفه هي المصلحه العامه. النقطه الثانيه ما قلنا لا الام بن جليغم ولا الام علي عبد المعطي قولوا لهم انهم يرجعون على المقاطعه. هذا كلام من عند الامهات انفسهم. اذا عندك لائمه في هذا الكلام روح كلم ام بن جليغم وقول لها ليش تقول لها يرجعون على المقاطعه. انا هدفي ان منصور القرني جاوبني على سؤالي وقال برجع. هذا هدفي انكم تضغطون علينا بامهاتنا. انا اعيدها لك يا سعيد سعيد القحطاني اعيدها لك. لو انا متزعل انا واحد حلو واتصل على امي حلو. وامي اتصلت علي حلو. وقالت سامحه يا منصور حلو. والله لا سامحه بس بيض الله. طيب يا منصور والله منصور والله يا منصور والله منصور ما هي بالطريقه هذه. طيب الحين يا شباب انتم ليش جيتوا باقي مقاطعين ولا لا؟ ابغى اسال منصور بالله ممكن انت تقول المحور الثاني واحد عنده كلام. طيب انتم الحين ما نقدر ناخذهم كلهم. دقيقه يا منصور اذا بتسمي المقاطعه انتم الان مقاطعين ولا لا؟ اذا انت تقول مقاطعتنا ركيكه ما راح نرجع. يعني انت يا جابر انا بقول حاجه انت متصدر الكاميرا. لا لا انت مقاطع ولا لا؟ على اتفاق الجميع ان شاء الله المقاطعه خلاص منتهي ان شاء بس الله. بس منتهي من اول ما بدا. لكن خليني اقول حاجه بس ابغى اقول حاجه. طب ليش بنجي خير ما قال انا؟ لا بس ابغى اقول حاجه. تفضل. طبعا سواء كانت المقاطعه ممتازه او ركيكه سواء كانت لها ايجابيات او لها سلبيات ايا كان نتمنى من القادم من كلام اليوم ان يكون النقد مطلوب النقد مطلوب المدح ان النقد يكون شويه بناء للشباب. بعض الشباب يعني يتحطموا من النقد الهدام وانت تتمنى منهم انهم يرتقوا. ممكن اسالك سؤال يا جابر؟ يا منصور يا اخي خلنا نتجاوز الله يرحم والديك. طيب والله يا اخي صرنا نص ساعه نتكلم في الكلام. البارح انتم كان عندكم فقره اسمها ايجابيات وانت كنت احد الضيوف وكان في غرفه اسمها غرفه المعنويات لما تكلمت عن نشوان قلت نشوان اللي يضحك يفتح فمه كذا ها هذه ايجابيات اللي تبغاها. بخبرك خبرني. لا 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 انا انت شوف انت الصبوره السوداء انت ركزت على النقطه السوداء يا اخي. فقرتكم اسمها ايجابيات تبغاني اسوي زي كذا؟ هو ضحك لا ليش؟ لا هي اشياء كوميديه تمثيليه صح ولا لا؟ طيب. لكن والله يا منصور واحد من غرفه الايجابيات والله واحد من اللي كان في غرفه الايجابيات ايش عقب البث جاني وقال لي جابر اشكرك على اللي قلته وحمس وقال وحمسه بس خلص مع اني كان انا كلامي طيب من صديق لصديق. بس تمشي جابر تمشي؟ ها نعم. تمشي؟ ليش امشي؟ تمشي الحين؟ لا لان الشباب يقول حاجه تبغى تقول حاجه؟ طيب جابر منصور ممكن اسالك سؤال يا جماعه المقاطعه متى عندك خبر فيها؟ ايش هي؟ المقاطعه تبغى الحقيقه؟ اي والله قبل المقاطعه بعشر دقائق انا عرفت عنها. بس خلاص بس بس خلاص خلاص بس لكن منصور شكرا يا جابر نفسك المتسابقين يا شباب والله وقفتكم عزيزه علينا. بس ما منصور حد يبغى يقول شيء. دقيقه طلع عبد الله الحلابي قلت اللي في بالك كله امس غرفه المعنويات باقي تبغى تقول شيء هنا؟ لا لا بس حبيت اسلم عليكم واقول لها تمسكونها بالكتف اللي توجعنا بس خير ان شاء الله. يا ليت حاتم الشهري يغير كلمه قطب لانها قطبت في راسي واجد. بس خلاص اللي بعد السلام عليكم اللي بعد. عليكم السلام. خالد الشيباني تفضل. حياك الله خالد. المقاطعه انتهت عشان خواطر امهات نفس الكلام. لا دقيقه انا كنت بقوله بس عاد سبقني عليه. طيب المقاطعه انتهت عشان خواطر امهات اخواننا المتسابقين وعشان خواطر جماهيرنا اللي تحبنا واللي تتابعنا واللي ضد